اليوم هو كان يوم الشهداء، شهداء القوات المسلحة وشهداء الشرطة المدنية. طبعا تابعنا كلنا الأخبار من الصبح، وكان في طبعا شهداء للقوات المسلحة في الطائرة التي سقطت في كوم أشيم بالفيوم أثناء قيامها بمهمة تدريبية نظرا لخلل فني. كل الرحمة لكل الشهداء. أما رجال الشرطة الأبطال فهم يواصلوا مع إخوانهم رجال القوات المسلحة محاربة الإرهاب. وكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد بعيدا عن أي مزايدة لازم يعي أن رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة كل يوم بيقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، وعشان نكون آمنين في بيوتنا. وعاوز أقول لكل إرهابي وكل كافر وكل فاجر بيقوم بهذه العمليات أن هذا لن يفت في عضد الوطن، بل بيزيد رجال الشرطة والجيش إيمان وتصميم وعزيمة على القيام بمهامهم، وبيزيد من التفاف الشعب المصري حواليهم. دي كلمة حبيت أقولها في بداية هذا اللقاء، لأن احنا كلنا مؤمنين أن شعبنا مع جيشه وشرطته قادرين إن شاء الله على دحر الإرهاب زي ما هزمناه قبل كده هنهزمه مرة تانية. بنأتي لموضوع حلقة الليلة، هو موضوع هام جدا. هنتكلم على مرض التهاب الكبد المزمن المعروف طبعا بفيروس سي، بيعاني منه ملايين المصريين. طبعا الإحصائيات مش هنقدر نقول بالضبط، ولكن عدد المصابين بهذا الفيروس يتراوح عددهم من 8 إلى 10 مليون على مستوى الجمهورية. في أمل جديد وفتح جديد في عالم الطب بتوفير عقار بيعالج يمكن بنسبة تصل لأكثر من 90% من هذا المرض. مصر من الدول الأولى في الإصابة بهذا المرض. وزارة الصحة شكلت لجنة قومية للفيروسات لتلقي الطلبات للراغبين للعلاج بهذا العقار الجديد اللي بنقول أمل وفتح جديد في عالم الطب بإذن الله. هنتحدث عن هذا الموضوع، هنلقي الضوء أيضا حول فعالية هذا العقار والإجراءات والفحوصات التي ستتم للحصول عليه. أنا عاوز أقول لحضراتكم أنه من يوم الخميس من بدء أو منذ بدء الإعلان عن تلقي الطلبات على الموقع الإلكتروني للجنة وصل عدد المصريين اللي سجلوا أسماءهم وبياناتهم لغاية الوقت أكتر من 200 ألف. عاوز أقول إن إحنا لازم كلنا نتعاون إن شاء الله للحد من هذه الأمراض المزمنة اللي أصابت الشعب المصري. سنلقي الضوء على هذا الموضوع أكثر، ومنتظرين استفساراتكم على موقعنا أو على صفحتنا على الفيسبوك اللي بعنوان حديث الساعة أو اتصالاتكم التليفونية. وفي البداية برحب بضيفي الكريم الموجود معي في الاستوديو أستاذ الدكتور أيمن يسري، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، وأستاذ ورئيس قسم الأمراض البطنة والمتوطنة والكبد بطب القصر العيني. أهلا بك يا دكتور أيمن. سهلا. مشرفنا على شاشة القناة الأولى. وأهلا بالسادة المشاهدين، و لازم ابتدي كلامي برضو بالتعزية لينا جميعا على الشهداء، ويا رب يكونوا اخر شهداء، ويا رب يكونوا اخر احزان يا رب ان شاء الله يا فندم. عاوز ابدا مع حضرتك وتدينا فكرة يا دكتور على العقار الجديد، مدى فعاليته بعد فترة ما من التجارب تجاوزت يمكن العشر سنوات في الولايات المتحدة الامريكية. الحقيقة احنا داخلين على، يعني مش بس هتكلم على العقار الجديد اللي احنا يعني الحمد لله خدنا موافقة وزارة الصحة ونزلنا السعر بتاعه إلى 1% من ثمنه في العالم، إنما إحنا داخلين على الحقيقة ثورة في علاج الفيروس سي، في أدوية كتيرة جدا في الأفق كلها بتشتغل على الفيروس نفسه، على الإنزيمات اللي بيستخدمها الفيروس في التكاثر بتاعه، فبالتالي بتحد من التكاثر وبتقضي على الفيروس. العقار الجديد ده نسبة نجاحه حوالي 90%، تتراوح ما بين 90 إلى 92 93%، ودي نسبة كبيرة دكتور، عالية جدا. بس عايز في بداية الكلام وفي نهاية الكلام أنوه لحاجة مهمة جدا. اتفضل. احنا قاعدين نقول العقار الجديد العقار الجديد العقار الجديد، العقار الجديد ده بيتاخد مع حاجات تانية عشان يدي هذه النتائج، ولازم نبقى واخدين بالنا من الحكايه دي. اللي جاي في علاج فيروس سي هو نظام علاج مش عقار جديد. نظام علاج يعني ايه؟ يعني العقار الجديد اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو السوفوسبوفير الاسم العلمي بتاعه، اللي هو ان شاء الله الناس هتبتدي تاخده في خلال اسابيع قليله،
ده جزء من منظومة في علاج الفيروس سي. يعني أنا هديه بطريقتين. الطريقة الأولى هو علاج ثلاثي، هو العقار الجديد والإنترفيرون والرايبوفيرين، ثلاث حاجات. أو في الناس اللي ميقدروش يستحملوا الإنترفيرون لسبب طبي هياخدوا العقار الجديد مع الرايبوفيرين. يبقى إذن أنا عايز ألفت نظر لحاجة مهمة جدا عشان ما يحصلش مشكلة معانا في العلاج، إن مفيش حاجة اسمها إن أنا هاخد الدواء لوحده، أنا هاخده مع حاجتين تانيين ضمن منظومة علاجية متكاملة. بالظبط. ولو أنا أهملت في أي حاجة من المنظومة دي، يعني لو أنا، لأنه ممكن جدا تبقى حاجة مغرية قوي، ده العقار الجديد، العقار الجديد نتائجه 90%، هو مش نتائجه 90% لوحده، هو مع الأدوية اللي هيتاخد مع لكن هو عنصر فعال مع هذه الأدوية، هو اللي زود أيوة نسبة نجاح الأدوية دي إلى 90%. الأدوية الجديدة بتاعت فيروس سي كلها، حتى اللي جاية في السنة الجاية واللي هي ليها فعالية يمكن أكتر شوية كمان، توصل ل 95 في بعض الدراسات ل 100%، برضو هتتاخد حاجات مع بعضها، ما فيش حاجة هتتاخد لوحدها، ودي نقطة مهمة جدا. يعني حتى الأدوية الجديدة اللي نازلة في 2015 اللي هيبقى فيه منهم دوايين عن طريق الفم من غير حقن خالص، في منهم ثلاث أدوية عن طريق الفم برضو من غير حقن خالص، لازم الثلاثة يتاخدوا مع بعض، والمجموعة الثانية لازم الاثنين يتاخدوا مع بعض. يعني ليه بقول الكلام ده؟ والعقار ده يا فندم قبل ما نسيب النقطة دي، برضو بيتاخد عن طريق الفم، عشان ده بيتاخد عن طريق الفم بس معاه حقن انترفيرون. احنا بنتكلم بقى على نظام العلاج اللي هيحصل في الأيام اللي جاية، حقن انترفيرون ومعاه دواء تاني عن طريق الفم اسمه الرايبوفيرين. تمام. ليه بقول الكلام ده والكلام ده مهم جدا؟ لأن لو حد أهمل في أي ركن من أركان المنظومة العلاجية دي، يعني مثلا قال لا الحقن بتتعبني بطل الحقن، ما ينفعش، أو الكبسولات التانية لا دي مش مهمة، دي كبسولات كانت موجودة من زمان ومش مهمة، المهم العلاج الجديد، كده بيقلل من نسب النجاح. بالظبط. نسب النجاح هتقل، هنبص نلاقي إن احنا ما عملناش حاجة، هنبص نلاقي الفيروس اكتسب مناعة للأدوية الجديدة، نخش في مشاكل على المدى. دكتور أيمن، كلام حضرتك مهم جدا، ولازم فعلا كنا نبدأ الحلقة بإن احنا نقوله عشان نوعي كل الناس وأهالينا في كل الأقاليم سواء في الصعيد أو في ريف بحري، لا هي منظومة علاجية متكاملة، ما ينفعش أخد حاجة وأسيب حاجة زي ما بيقول الدكتور أيمن. طب دكتور أيمن، نروح لنقطة تانية، تسجيل الراغبين في الحصول على هذا العلاج عن طريق الموقع الإلكتروني فقط اللي هو مخصص للجنة، ولا في طرق أخرى؟ يعني أنا عاوز أسهل على الناس شوية دكتور، يعني أنت عارف حضرتك أهالينا في صعيد مصر وفي قرى وريف الوجه البحري مش كل الناس بتتواصل مع الانترنت، هل في طرق اخرى؟ هو الطريقه الاساسيه هتبقى عن طريق الانترنت، وهي اتعملت للغرض اللي حضرتك قلته بالظبط، تيسيرا على الناس. حضرتك عارف حجم، حضرتك ابتديت الحلقه بحجم المشكله السي كبيره في مصر. اعداد كبيره الحقيقه. فاما يعني ما تيجي تفكر كده، طب احنا لو فتحنا باب التسجيل وقلنا للناس روحوا مراكز كذا لتسجلوا اسماءكم، هيقفوا في طوابير قد تمتد لساعات طويله. صحيح. وده اللي هيحصل فعلا. الاف الناس رايحه تسجل اسمها هيقعدوا ساعات في الطوابير. صحيح. ودي حاجه يعني مش معقوله، واحد مريض انا اوقفه في طابور ساعات اتعبه واذيه. فاحنا تيسيرا على الناس قلنا عن طريق الانترنت. احنا لازم بقى يعني كمصريين، ما دي مشكله قوميه، يعني الفيروس سي ده بالعدد المصاب بيه دي مشكله قوميه. هل في احصائيات رسميه دكتور لعدد؟ انا قلت من 8 ل 10 مليون، هل في احصائيات رسميه بعدد المرضى؟ نسبه الناس اللي عندها الاجسام المضاده 14% بس. نسبه الناس اللي عندهم الفيروس نشط، يعني تحليل الفيروس البي سي ار ايجابي، حوالي 10%، يعني زي ما حضرتك قلت حوالي من 8 الى 9 مليون. بتتفاوت بقى درجات المرض وصلت لغايه فين؟ وانا مبسوط ان حضرتك قلت تتفاوت درجات المرض، لان دي احدى الحاجات اللي عامله رعب، ورعب بدون لازمه. الناس عندها الفكر بتاعها انه فيروس سي، اللي حد عنده فيروس سي ده يبقى خلاص انتهى، ده عنده مشكله، ده هيجيله تليف، ده هيجيله اورام في الكبد. لازم الناس تبقى عارفه ان مش كل واحد عنده فيروس سي هيجيله تليف في الكبد. ده نسبة الناس اللي هيجي لها التلايف يا فندم، معلش عشان نوضح لكل الناس، ده واحد من مضاعفات الفيروس سي. احدى مضاعفات الفيروس سي. اللي هي ايه بقى؟ اللي غير التلايف كمان. اللي هو الاساس، الحاجة اللي هو بيعمل التهاب مزمن في الكبد،
قد يؤدي في بعض الحالات إلى تليف في الكبد، في بعض حالات التليف القليلة قد يحدث حدوث أو قد يحدث أورام في الكبد. إنما عايزين بس علشان يبقى كلام علمي وكلام مبني على أساس، النسبة بقى اللي بيحصل لها تليف دي لا تتعدى 20% الباقي من عدد المرضى، من عدد المرضى. الباقي 80% هيفضل عندهم التهاب كبدي مزمن سي بسيط جدا، عمره ما هيعمل حاجة. ومع العلاج الجديد مش هنوصل إن شاء الله للتليف ده بالظبط. فيبقى إذن مش كل حالة عندها فيروس سي هينتهي بها المطاف إلى تليف بالكبد. ومن هنا جت أما جينا قلنا مين اللي ياخد العلاج في الاول، ما انا ما اقدرش اعالج كل الناس صحيح مره واحده. صحيح، ما فيش اي حته في الدنيا تقدر تعمل في اولويات، اي بلد في الدنيا في اولويات. فابتدي بمين؟ ابتدي باللي مشي في سكه التليف، لان ده عرضه للمضاعفات، مضاعفات التليف من ارتفاع ضغط الوريد البادي، من دوالي في المريء، من اورام في الكبد. يبقى انا احميده ان انا اديله العلاج بدري، وفي نفس الوقت ان انا عطلت الناس اللي ما عندهمش تليف ده، ما يعتبرش في ضرر ليهم. تمام. لان فيروس سي علشان ينتقل من مرحله الى اخرى بياخد سنين، بياخد سنين، ما بياخدش ايام ولا شهور. فالاولويه اللي حالتهم متاخره شويه بالظبط. وعايز برضو علشان، لان دي عملت مشاكل برضو بين الناس، حكايه اللي حالتهم متاخره. اما بنقول تليف من الدرجه الثالثه ومن الدرجه الرابعه، ده مش معناه ان حالتهم متاخره. ده في درجات مختلفه من التليف. والتليف الدرجة الرابعة ده اللي هو واحد، طبعا دلوقتي الناس بتروح تعمل جهاز اللي هو الفايبروسكان، يروح يعمل اي طريقة تانية يعرف ان عنده تليف من الدرجة الرابعة، يفتكر انه خلاص الكبد بتاعه انتهى. ده هو التليف الدرجة الرابعة ده لوحده فيه مراحل كتير جدا، ومش اي واحد عنده تليف الدرجة الرابعة يبقى الكبد بتاعه حصل له تلف او فيه مشكلة جامدة. لازم الناس تبقى عارفه، علشان في الناس بقى اللي هيتقال لهم انت عندكم تليف من الدرجه الثالثه والرابعه بيتاذوا نفسيا جدا، بيفتكروا ان خلاص دي المرحله الاخيره في الكبد. فطبعا دي كلام غير صحيح. المرحله الثالثه والرابعه من التليف ده مش نهايه المطاف في الكبد ولا حاجه. انا سعيد بكلام حضرتك يا دكتور انك بتطمن الناس وبتوضح لهم مفاهيم مغلوطه، يعني عن طريق يعني شاشه التلفزيون المصري بنحاول نوضح اهو يعني، ورساله اطمئنان من حضرتك. فانا بقول لحضرتك التليف الدرجه الرابعه لو الناس متخيله ان ده اخر المطاف في التليف، لا، ده هو جواه نفسه مراحل كثيره بينتهي بيها طبعا، اللي هو فعلا بنقول له ان انت لا في مرحله متاخره، المرحله الاخيره خالص اللي هي اللي بيسموها الفشل، اللي هو في شويه بقى قصور في وظائف الكبد، اللي هو لازم بقى في صوره بقى صفرة، في صوره استسقاء في البطن، ارتفاع ضغط الوريد البابي، يعني حاجات اللي المرحله الاخيره يا دكتور اللي هو ما بيكونش فيها حل غير زرع الكبد. بالظبط كده، اللي احنا نبتدي ننصح ان لا، ده احنا محتاجين الى زراعه. واعتقد ان الاعداد في مصر اللي بتصل للدرجه دي مش كتيره بالمقارنه بعدد المرضى. هي طبعا نسبيا كثيره، بس بالمقارنه بدول العالم كبيره. بس بالنسبه للناس اللي عندهم فيروس سي بتبقى اعداد قليله، يعني ده الرساله المهمه. تمام. مش اي واحد عنده فيروس سي هيحصل له تليف. هايل. ده 20% بس. قبل ما نروح لنقطة تانية يا دكتور، في النقطة الأولانية حكاية التسجيل البيانات هي الطريقة الوحيدة، واللي أنت حضرتك شايف وأعضاء اللجنة إن هي أسهل للناس، اللي هي الطريقة التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني، واللي ما عندوش قدرة على كده بيتعاون مع جاره اللي يكون بيعرف مكاتب الوقت، الإنترنت موجودة حتى في القرى والكلام ده، فنتعاون جميعا كده مع بعض. نتعاون جميعا، واللي بيعرف يساعد اللي ما بيعرفش، وهي دي الطريقة إن إحنا نقضي على مشكلة زي مشكلة الفيروس سي. بس ثبت ان ده فعلا طريقة كويسة جدا. تمام. انه الحمد لله ما حدش اشتكى لحد دلوقتي ان دي طريقة صعبة، والحمد لله في زمن قياسي قدر عدد كبير جدا من الناس وصل النهاردة 230 الف في 3 ايام سجلوا. يبقى اذا دي طريقة سهلة، هي تيسير على المرضى، لان مش معقول اوقفهم في طوابير. صحيح، لا هي وجهة نظر بتحترم. طب دكتور، اجل المرحله اللي بعد كده، الناس سجلت وثلاث ايام في 230 الف، طبعا العدد سيتضاعف خلال الايام القادمه، مفيش ميعاد محدد لقفل تسجيل البيانات، مفتوحه ده عمر ما تسجيل البيانات هيتقفل. هايل. بعد التسجيل البيانات ده بسيط جدا، في مراحل بعد كده يا دكتور بقى، حط اسم الرقم القومي. تمام.
بعد كده في خلال 24 اسمه ورقم القومي فقط ده البيانات اللي بتطلب انها تتسجل بالظبط في خلال 24 ساعه بيجي له الميعاد بتاعه ان الميعاد بتاعك يوم كذا في المركز كذا وبيروح الميعاد بتاعه معاه بعض التحاليل كل المراكز دي تبع وزاره الصحه يا فندم 26 مركز على مستوى الجمهوريه مغطين كل الجمهوريه يعني تقريبا كل محافظه تقريبا فيها مركز طبعا يعني كل مصر الحمد لله متغطيه تقريبا بهذه المراكز تمام الفحوصات بقى يا فندم بقى احنا الغرض بقى سجلنا البيانات الناس تحدد لها ميعاد تروح تعمل فحوصات عشان نحدد درجات المرض او درجات الفيروس وصل لغايه فين هيروح بعض الفحوصات القليله وهي مكتوبه على النت على فكره يعني اللي داخل بيبص على النت بيعرف الفحوصات المطلوبه منه بعد ما سجلنا البيانات في اتصال بيحصل بالمريض بيروح للمراكز اللي تم الاعلان عنها هو بعد ما بيسجل المريض بياناته على الموقع بيجي له تاني يوم على الموقع التاريخ واسم المركز واسم المركز اللي هيروح فيه طيب يروح معاه ايه بقى يا دكتور معاه على نفس الموقع مكتوب الفحوصات اللي هيروح بيها هايل ان كان تحاليل اشعه صوره دم ووظائف كبد صوره دم فحص بالموجات الصوتيه على البطن معلش نقول تاني يا دكتور معلش صوره دم وظائف كبد ومكتوب محدده وظائف الكبد لان فيها حاجه زي الاي ان ار وزي محدده مكتوبه تمام وفحص بالموجات الصوتيه يكون ممرش عليه اكتر من 6 شهور هايل بس التحاليل طبعا تكون حديثه وتكون في مراكز كويسه المهم مكتوب حاجه يعني يعني حاجه معترف بيها تمام وبيروح في الميعاد بتاعه عشان نحدد درجه طابع طابع الورقه دي طابعها طابع الورقه يعني الصفحه اللي هي جات له على النت فيها الميعاد كويس حضرتك بتقول الكلام لان فيها بيبقى فيها الرقم بتاعه تمام فبيبقى طابع الورقه دي ورايح بيها للمركز في الوقت المحدد دي تمام. لو فرض ان هو لاي ظرف من الظروف الميعاد بتاعه عدى ما قدرش يروح لظرف ما في الميعاد بتاعه هيضطر يستنى اسبوع وبعدين يسجل اسمه مره تانيه كلام ده مهم يا دكتور هستكمله بعد ما ناخد المداخله دي انا عاوز اقول للساده المشاهدين قبل بس المداخله ان البيانات بتاعتك بتطبعها وبتاخدها معاك لان فيها الرقم بتاعك اللي هتخش بيه وتعمل الفحوصات معانا يعني مكالمه تليفونيه من الاستاذ الدكتور مصطفى حمد مدير مستشفى الكبد بجامعه اسيوط دكتور مصطفى اهلا وسهلا اهلا مساء الخير يا دكتور مصطفى اهلا وسهلا اهلا بيك ومعانا الدكتور ايمن يسري طبعا عضو اللجنه القوميه للفيروسات واستاذ رئيس قسم الامراض البطنه المتوطنه بالقصر العيني تحياتي لحضرتك استاذ خالد تحياتي لاستاذنا الدكتور ايمن فرصه سعيده فندم اهلا دكتور مصطفى ازي حضرتك حضرتك بقى يعني مستشفى الكبد في اسيوط ممكن تساعد وتساهم مع وزاره الصحه في دي مهمه قوميه كلنا نتكاتف فيها طبيعي طبعا الحقيقه احنا بنشكر اللجنه القوميه واستاذنا الدكتور ايمن لان المجهود اللي انبذل في الموضوع ده حضرتك مع الدواء الجديد حقيقه مجهود يعني يستحق التهنئه حتى على المستوى العالمي لان كون ان الدواء ينزل بالمجهود ده بنسبه 1% من سعره العالمي دي حاجه الحقيقه ما اظنش انها حصلت بالصوره دي على مستوى العالم يعني ونتمنى برضه الادويه اللي جايه زي ما بيقول الدكتور ايمن هيبقى فيها نفس المجهود ان شاء الله وهتبقى فيه منافسه جيده بحيث ان المريض المصري يستفيد قدر المستطاع. انا حقيقة بتكلم كمان باسم يعني اهلي واحبائي في الصعيد لان دكتور ايمن طبعا عنده فكره عن المستشفى مستشفى الرأسي الجامعي للكبد وحتى شرفنا كتير في اسيوط يعني وكنا سعداء بوجوده معنا وطبعا الطبيعي ان هو في تفكير اظن ان هو موجود عند اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه ان بطريقه ما يتم الاستفادة من الإمكانيات التي قد تتواجد في المستشفيات الجامعية المتخصصة مش بس في أسيوط أنا بتكلم عموما يعني قد مقبول طبعا في البداية أن يكون الاقتصار على المراكز الطبية اللي هي خاصة بوزارة الصحة علشان يحصل نوع من التحكم في صرف الأدوية وفي التقارير ده ممكن يا دكتور أيمن؟ طبعا طبعا ده النقطة اللي أثرها الدكتور مصطفى دي نقطة مهمة جدا وانا يعني انا اصلي خليك معانا دكتور مصطفى يعني انا اصلي انا استاذ في كليه طب القصر العيني فانا عاوز اقول حاجه بيان الكلام اللي هو بيقوله انا عاوز اقول حاجه ان حضرتك قلتها لي قبل الهوا ان الدكتور ايمن يسري واحنا بنتكلم على جامعه اسيوط اشاد بجامعه اسيوط واساتذه جامعه اسيوط وعلماء جامعه اسيوط اتفضل يا دكتور طبعا جامعه اسيوط دي من الجامعات المميزه جدا 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 في مصر
وكلها اساتذه فاضلين وعلماء وانتاجها العلمي غزير جدا الحقيقه. صحيح. يعني فاحنا كلنا بنعتز بيها ويبقى شرف لينا ان احنا نروح جامعه اسيوط وندي محاضرات او نشارك في المؤتمرات العلميه. واحد دايما بيبقى حريص ان ممكن تبقى يعتبر مستشفى الكبد في جامعه اسيوط دكتور سنتر ليكم في الصعيد فيما بعد في يعني. المرحله ان شاء الله اللاحقه هيبقى فيه ان شاء الله يعني بنعمل طريقه ما ان حتى المراكز الجامعيه تبتدي تبقى جهات الى علاج المواطنين المصابين بالفيروس سي. فدي دي موجوده في الخطه. صحيح. ان شاء الله يعني ان شاء الله وان شاء الله يعني هتتعمل. لان انا عايز الفت النظر برضو ان كل الناس اعضاء اللجنه القوميه للفيروسات هم اساتذه في الجامعات المصريه. هاي. فهم حريصين جدا على ان الجامعات المصريه تبقى منفذ في وقت ما لعلاج مرضى. على العموم دكتور مصطفى حمد احنا سعداء بمداخله حضرتك وان شاء الله يكون لنا لقاء قريب لان احنا نسعد بجامعه اسيوط وعلماء جامعه اسيوط هنا في القناه الاولى. وانا عارف ان حضرتك لك مشروع متكامل للمنظومه الصحيه ان شاء الله يكون لنا لقاء. بشكر حضرتك جدا يا فندم. معانا محمد من اسكندريه على الهاتف. محمد. ايوه اهلا بك يا محمد. معاك الدكتور ايمن يسري لو عندك مشكله. الله يبارك لك ويكتب عليك المرض لا انت ولا الدكتور. ربنا يكرمك اتفضل. خالد الله يرضى عليك. ليه ربنا ما يكتب عليك المرض؟ ربنا يخليك اتفضل اتفضل. انا عندي ابويا رجع بدل المره 2 و3 دم وربط. لا تاني يا محمد الصوت مش واضح. 17 عرق دوالي. والدك عنده ايه؟ يا ريت توطي التلفزيون عندك عشان نسمعك. ربط عنده تليف في الكتف. حاضر. عنده تليف في الكتف والتليف عمل معاه لبغرض. ومحجوز حاليا دلوقتي في مستشفى الميري في اسكندريه مستشفى الجامعه. المطلوب يا محمد صحي. المطلوب محتاج هل ايه؟ هل ينفع ان انا احوله؟ والده عنده المطلوب ان انا على الله سبحانه وتعالى وصرفت اللي قدامي واللي ورايا كله. طيب يا محمد دكتور فدي تامين صحي فالواجه الله سبحانه وتعالى يقعد لكم في عيالكم ان انتوا تدلوني على المكان اللي انا ماشي فيه لان انا تحت اللي قدامي واللي ورايا وده طيب. ما عنديش الا حيلتي هو شغال في السكه الحديد. الف سلامه لوالدك واسمع الاجابه من الدكتور ايمن. والده مصاب بتليف وحاله متاخره. انا اللي سامعه طبعا ان هو تليف وفي بؤره في الكبد وفي دوالي ودوالي نازفه وانا بقول له ان احنا يسعدنا ان احنا نستقبل والده في قسم الامراض المتوطنه في كليه طب القصر العيني وده بالمجان تماما ما فيش هيصرف اي حاجه في اي وقت. هو يتصل بينا وانا اسيب مع حضرتك الرقم تمام. بتاعي ويتصل بينا ويسعدنا ان احنا ندخله. عندنا رعايه مركزه كمان في قسم الامراض المتوطنه في القصر. انا بشكر حضرتك دكتور محمد. انت سمعنا دلوقتي الدكتور ايمن يسري هو استاذ ورئيس قسم الامراض الباطنه والمتوطنه في القصر العيني بيقول لك توجه للقصر العيني اسال على الدكتور ايمن يسري وقول له انا اللي كلمت حضرتك في برنامج حديث الساعه القناه الاولى وهياخدوا والدك ان شاء الله ويخضع لعرايه عنايه مركزه وعنايه فائقه ان شاء الله وبدون ما تدفع حاجه باذن الله. انا بشكر حضرتك دكتور ايمن على هذه الاستجابه. يروح لحضرتك امتى يا فندم ممكن؟ هو سامعنا دلوقتي. احنا ممكن نستقبله في كل يوم بس عشان ادينا معاد عشان الكلام اللي هو اتقال واللي هو بيشير الى ان حاله الوالد ممكن شوية. تكون امر وحرجه فيقول لنا بس يتصل بينا تليفونيا تمام الاول وانا هسيب الارقام مع حضرتك تمام وبعدين نقول له ينقله ازاي علشان بس عشان هو في المستشفى الميري بالظبط طريقه النقل كمان طريقه النقل دي مهمه حفاظا عليه بالظبط. بشكرك دكتور ايمن. بنرجع تاني لحديثنا عن هذا العقار والعلاج يا فندم. احنا كنا وصلنا ان هو ان هيروح بالورقه مطبوعه ايوه الغرض من الخطوه دي هي ان احنا يحصل فرز للناس اللي هتاخد العلاج في الاول اللي احنا قلنا عندهم تليف من الدرجة الثالثة أو من الدرجة الرابعة بناء على الفحص والكشف اللي هيتم في أول زيارة دي هنقول للشخص اللي جاي أنت محتاج أي تحاليل أخرى ولا لا أي فحوصات أخرى ولا لا وهيجيبها معاه في المرة لاحقة بعد كده وفي خلال 6 إلى 8 أسابيع دي المنظومة المفروض تمشي كده في خلال 6 أو 8 أسابيع سيتم صرف العلاج والسؤال بعد كده انا متخيل هيبقى
هو صرف العلاج ده هيبقى بفلوس؟ ما انا ده السؤال بتاعي يا دكتور، هل العلاج ده مجانا ولا بفلوس؟ هو العلاج هيبقى على نفقه الدوله للناس اللي ما لهمش تامين صحي، اللي ليه تامين صحي هيبقى على حساب التامين الصحي. طب هل عندنا يعني نطمن بس الناس الاعداد اللي مرشح اعدادها انها تتزايد وتتضاعف، عندنا القدره دي باذن الله؟ عندنا القدره ان شاء الله، لان انا عايز يعني اطمن الناس ان صحيح ان اللي جه 200 او اللي هيجي يعني هيكمل 225 الف علبه، يعني هيكفي حوالي 60 الف مريض، انما احنا في نفس الوقت بيتم التفاوض، وزير الصحة بيتفاوض وبيعمل الترتيبات لدفعات أخرى وأدوية أخرى جديدة بحيث أن دايما إن شاء الله من هنا ورايح هيبقى المريض المصري اللي عنده التهاب كبدي مزمن سي عنده إن شاء الله كل الاختيارات الموجودة في أي حتة في العالم علشان علاج الفيروس. لكن اي حد بيتقدم يا فندم بيخضع للفحوص وبياخد دوره بغض النظر عن قدرته الماليه او عدم قدرته؟ طبعا تمام. طبعا القدره الماليه دي لا تتدخل في قرار ده هياخد علاج ولا لا. حتى اللي هو قال انا هدفع فلوس العلاج، ما هو فيه هيبقى كذا نظام. فرضا يا فندم ان في حد قادر وعاوز يوفر المبالغ دي لحد غير قادر، هيبقى عنده الطريقه اللي هو يقدر يشتري بيها العلاج، وثمن العلبه هيبقى 2200 جنيه مصري، واحنا بنتكلم على علاج 3 شهور بالتلات أدوية اللي هو سوفوسبوفير، الريبوفيرين والإنترفيرون، يعني هو هيحتاج 3 علب، يعني هيدفع 6600 ده القادر جنيه. ده القادر ده مرة واحدة يا فندم ولا هياخد كذا جرعة بقى؟ لما هو 3 علب، 3 علب بتكفيه 3 علب، هي دي الجرعة المحددة، هو الكورس 3 شهور. تمام. القادر اللي هو هيشتري هتنطبق عليه نفس الشروط اللي بتنطبق على اللي هو هياخد برضو، سجل البيانات الدولة. برضو هيسجل البيانات وهيروح بالورقة اللي مطبوع عليها اسمه والرقم بتاعه، وهتطبق عليه الشروط، يعني لازم يكون برضو درجة تليف تالتة او رابعة، يعني مش معنى ان انا هشتري ان انا معنى كده دكتور ان الدواء ده اللي هو ب 2200 مش هيكون متوفر كده في اي صيدلية او حاجة، ده من خلال اللجنة فقط في المرحلة بالظبط كده. في المرحلة الحالية وغالبا لمده الست شهور القادمين مش هيبقى متوفر في الصيدليات، هيبقى تمام. تقدر تشتريه من مراكز وزاره الصحه. تمام. طيب احنا وقتنا جري بسرعه مع حضرتك يا فندم، ايه الكلمه الاخيره اللي تحب توجهها حضرتك لكل اللي بيشوفونا دلوقتي من خلال شاشه القناه الاولى؟ اهم احنا طبعا هنتابع مع حضرتك، هيكون لنا لقاءات تاني مع مراحل متقدمه من العلاج باذن الله. اهم حاجه انا عايز الفت النظر ليها علشان ننجح في هذا العلاج عشان نجيب النتائج الكويسه اللي بنقول عليها اللي هي 90% فيما فوق، كل واحد يلتزم بانه ياخد العلاج في وقته وبالطريقه اللي هتتقال له. وعايز الفت النظر مره واثنين وثلاثه ان القصه مش قصه الدواء الجديد بس، الدواء الجديد ده هيبقى معاه حقن انترفيرون ومعاه الريبوفيرين، وكل حاجه من دول مهمه جدا، واي واحد هيهمل في اي دواء من الادويه الثلاثه هتكون النتيجة ان نسبة الاستجابة هتكون قليلة جدا. فارجوكم التزموا بان كل واحد اما ياخد العلاج يبقى حريص جدا انه ياخد الثلاث ادوية في موعدها وبالطريقة اللي هي تتقال. الاستاذ الدكتور ايمن يسري عضو اللجنة القومية للفيروسات بوزارة الصحة، واستاذ ورئيس قسم الامراض البطنة والمتوطنة والكبد بطب القصر العيني، انا بشكر حضرتك على وقتك وعلى الايضاح اللي حضرتك وضحته لنا النهاردة، وأمل جديد لكل مرضى فيروس سي بإذن الله. بشكرك يا فندم. شكرا جدا.